هيدي كنا بامريكا برامج البرامج من كندا وامريكا الموضوع انا كل حد كنا غني شو قلنا زين شعيب لك منظر زين شعيب كنا عم نغني بديترويت ميشيكين بصاله بندوره غنينا هالحوار انا وزغلول هذا اللغه ولا اللغه شو طلع زين مهضوم مهضوم خلى يا سمرة يا سميرة يا عزيزي الحقوني على الدرب بإيزي وإيزي خلوا نحكي خلوا بعد كاسة بقلي لي ولزغلول بهالفرصة الوجيزي كذا هيك بصارت ندورة يا بطاطا طح بشروش مبليكي لك يا زين شعيب الله العظيم من بردو لك يا شباب ما تفكروا انه بس الصورة الشعرية بدها جمال صحيح لا تفكروا انه بس الدمعة والزهرة بدها جمال صحيح ليش ما تضحك يا خيي مين في ناس بدك تضحكوا زين شعيب حتى هوي وتافه كنت تضحك كشفوا علي يا جماعة كشفوا علي ابو علاء ما سمعش موضوع البصل مع ابو علي ما سمعته لا والله يلا عنده يا هشام والله يا ابو علاء ما حكاك الحب زين اول وحده بحياته كان بي ومختار وبيت خيل وعز مختار ضيع 40 سنه بحج عيسى شعيب طلع زين حب وحده من الدواير مرة بنت معطري الفلاحي قال له بيو قال له هاي ما بتخدم قال له ليش يا بي قال له هاي دي بنت فلاحي ونحن بنت عز ومخارة أكادر جوزت هالبنت يا حرام بعد جمعة بشوفها زين بعد شهر هاي بصف أيوة شوفها بالدوال قال له شو قال له جوز قال له كيف بدي شوفها قالت له بيتنا 30 درجة قدام وبتطلع وصار عندها رنك معدل وقلت لي قلعت لعمول حالك بيع خضرة فعلا هلو راح زين اشترى طنبو اشترى مكان البصل 60-70 كيس بصل وحطهم على طنبو زين ودهروا معنا بصل صليت ايه طب اطلع يا بيع اطلع حمل زين كيس البصل عالكتاف وطلع لعندها شاف قال لهم من بعد ما كان الولف عني انفصل بطل البصل خيط الوصل عاد الوصل مش عايب يا رب السمع شايف بك رب المعنى تحاله كيف البصل الله الله يا بي أخذ عزه زي شعي أخذ عزه زيني لما يخرب اشتواك يا زين مؤشر سكان على المخمر يا شباب صار معنا شغلة مرة كنا نغني بصيفية 100 حفلة معقول انه بهال 100 حفلة كلها يطلع موضوع جديد لو كان لك صعب كثير نعيده كل 4-5 مرات الموضوع 10 مرات مش عيب ان شاء الله مش عيب بس وين عيب؟ اشي انا عامل حفلة بعمان واشي كل جماعة عندك الموضوع ايه؟ أو تعيد الموضوع مثلا نغني الموضوع مثلا بيركا شو أقرب ضيعة إلى مطلوب؟ جوليس بعيد معش من منطقة لمنطقة صباح الخير بتنقلوا المكان والقصيدة الحلوة اللي بنسمعها كل الناس أوكي أوكي بس العالم دائما بدك تعطيهم شيء جديد اللي دافع لك مصريات وحق حقك شو خيي؟ مثل موسى صغيب كنت أنا وياه بمكتب القعقور في حد الثنتين مثل الشمالي فتح ردي قال له واحد قال له يا موسى هي تلت مرة بعيد عنا بالضيعة توصي أبو أنطوم حلوة قال له تلت مرة بسمعها منك يا موسى حلوة بقى عائله بقى أنا وزين عملنا موضوع بين البي والرجال بين البي والاب بلشنا فيه بالشيء بالشيء تاني ليلة يعداه البرد ثالث ليلة أثناء بعيد السيدي وطلوا هتوقع
سلام إسلامي أدنى بالعايشين. فاهموا عايشين؟ بالعايشين. عايشية ريحان. في واحد بالعايشين سجل الحفلة على أول بكر أيام بكر البكر الصبا اسمه حسن مش بيع مش بيع مش بيع حليب. رحنا بسادس ليلة على بعد الطبايب مش بيع عم نغني الحفلة تحت شجرة اسمها المسيحية بالساعة 2000 شخص تحت. الله. شو يا زين قريبهم قريب عليك مالك. يا أستاذنا أخوتنا غنى أدوار وزغلول وطلعت أنا وزين ده الموضوع. تخمين هذا حسن بالنار. حسن فاتح شجرة مش شايفينه. مستحية. مستحية. وما بيحبوا لزين. أيوة. بس هو بيستحي شو زين. هو تحت المستحية بس هو بيستحي شو حلو. طلع من نص الموضوع خمين مسجل عم بيجاوبني زين عربي حتى في الكنار والضرار والسكرار هذا حسن سمعها تخمين ردي ومسجل ومسكر المسجل على نص سر يا عيني لكن وقاها اللي فيه بعدها بس بلش زين رد قالوا على مهلك يا زين فقص المسجل كيف تركب عمدها صامت وجهة مش حلوة مش حلوة شو جرصة جرصة ما هو المنبر يا أستاذ المنبر في شغلتين يا جرصة يا مجد مش مجد يا بخليك فوق الطاولة يا مخلقها قال له يا زين أنا بدي كفي عنك كفي يا خير قردك يا زين شعيب يا الله يا الله أنا بقول بيت لي مرتجلا أنا بقول مع مين ما صار ينزع المنبر وقبل طلع فيه زين شعيب هيك مثل السيف اللي بده يذبح قالوا مين قال بدي كفي؟ قالوا كفي طلع له بقصيدة 30 40 بيت عزيز القافية والوزن الله الله يرحمك حي ميت حي ميت والله العظيم كفاله على ذات الوزن والقافية والوزن 30 40 بيت اذا المسبح غصب بحبي مش عنده مشكلة زي كلمة مش عنده مشكلة مش عنده مشكلة زي ما وديك الجامعة شحتوا له زيت واخد سجل شوفا لو غنوا تبقى عودي مواقف عودي مواقف بلا الفلتات ما بدوك فوق زي المواقف عملاق عملاق امكانيته حلو قلبي يعني اما انا فكر مشاري لو ما تكون جنب زي ما كان عز الصحابة ولا أعطى بديك أشوف بديك زين شاعر قبل أن أخذ أما ما أعطى قبل لا لا كان يعطي ما أخذ يروك كان ما أخذ يروك وكان وشغلتين كبار تمتين كبار بس ما خليل صح أنا رجعت خلقه لزين حتى هو كان يقول الكلمة يا أبو عناب يقول لي انا في اثنين طلعوا له خلقي خلي روح بالطريق اللي حدا اما كل حفله لها تحدي كان جنبها يعني هي نقطه مثلا الثاني يا لطيف يعني محبته ما يا لطيف لا تخفى لا تخفى هي محبته زين يعني انه جدا جدا بحبك بقلب ربي انا بحبك بقلب ربي يا ابو علي حرام زين حرام زين الله يرحمه خير ميت والله العظيم جدا جدا يعني ما ترجعوا يا ابو عناب هلا اولاد عم بيغنوا معي نادي زين شعر لا لا عيلة عم بيغني مع الغنوة مثل لا 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 الدنيا وين اهلا صحيح الدنيا صحيح اما هو يعني انا 100% اللون تبع خليل فيه من طبيعته خليل روكوز ماخذ من طريقه بس خليل قبلي ولو كان ولو كان خليل قبلي ولو كان اما ما اعطى من الطريق لا قال لك شو الاغنية شلون خليل روكوز لكن خليل الخيال خليل روكوز خليل روكوز اشعر الشعراء اللي جابوهم المواردين صحيح ولا اشهد خليل روكوز قمة الشعراء قمة قمة شو كان لون خليل روكوز؟ كان سيد اللعب المنبري بالزمان أحيان بالحوار يطلع على يانس الغالي وموسى بأول بس بافتتاحيات خليل وبقصايده ما حدا يلحق شو كان خليل؟ خليل شعره هالحزن هيدا وهالجرأة فجروا
بوجدانياته مظبوط وبفرمانه وما حدا عاطي مثله بهالنوع. صحيح. أنا يا خي الحمد لله بيتي مقدس مثل بيوتكم الكريمة. الله يخليك. وعشت حياة كريمة وحياة محترمة. بيت أصيل. وكل شيء بحياتي ما كنت محروم منه، أنا غنيت للجمال. غنيت للجمال. وغنيت الصورة الشعرية للزهرة وللنسمة وللربيع. لأني عشته. لأني عشته. وعيشته. لونه يختلف عن لون خلي روبوس، خلي روبوس لون لون الحرمان لا أكثر لون لون ملوعة ولون شادي صخر من ناحية لون من ناحية الخيال نعم خليل بقى يعطي في الخيال نعم وحضرتك كمان الفاضل الحمد لله ربنا الله ما يحسدش حدا الوجدان هي موجود صح. الوجدان موجود مش حلو والله مش هيشعر بالجد يعني هذا الشغلة موجودة وواضحة نعم حتى بشعره بقصائده في كتبه موجودة. طريق حمدان يتميز عنه الوجدانيات أكثر من خليل. أما ما عانى الحرمان اللي عانى خليل. لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.